نورماليزي ويكون هنا في وهذا حيث الخدمة تاع لي ريزو والشبكات تلو فيهم هذو المقاولين هذو كامل سي دو لا بوم دو تير دونك عندها اون سول. هذا المركز مركز تحويل للناظور، هو مركز جد مهم بالنسبة لرواية قالمة، وأضاف إضافة كبيرة أكثر من 240 أنفياء. هناك أيضا اليوم أعطينا مع السيدة الوالية انطلاق الأشغال لمركز جديد 220-60 كيلو فولت في محاذي إلى ولاية قالمة. على هناك أيضا في البرنامج الاستثماري لأفاق 2030 ثلاثة مراكز جد مهمة، مركز 220-60 كيلو فولت ومركزين 60-30 كيلو فولت. يعني اليوم ولاية قلمة عندها قدرة ب 200 كيلو فولت أمبير. على أن ترتفع هذه الكمية في أفاق 2030 إلى 960 أنفيا، وبالتالي كل الظروف اليوم يعني مستوفية لكي يعني تجذب هذه الولاية مستثمرين صناعيين إلى لينطلقوا في إنجاز المصانع تاعهم. أما في مخص المستثمرات الفلاحية كما لاحظتم اليوم يعني على المستوى الوطني يعني زودنا أكثر من 66 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء. ولاية قالمة استفادت من 930 ربط 930 مستثمرة فلاحية.